بعدما تحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن قرب انعقاد مجلس الوزراء، خيل إلى البعض أن الاتفاق بات منجزا، ومخاوف الثنائي الشيعي بددها رئيس الحكومة، والحياة بدأت تعود إلى السلطة التنفيذية. وتقول مصادر الثنائي الشيعي أن ميقاتي لم يتواصل حتى لحظة إعلان هذا الموقف مع أي من حزب الله ولا حركة أمل، ولم يعرض عليهما أي حل، وهذا ما يشير إلى صعوبة انعقاد مجلس الوزراء، في حين أن موقف الثنائي لا يزال ثابتا ولم يطرأ عليه جديد، ومفاده أن مسار إعادة تفعيل الحكومة يبدأ بتصويب مسار التحقيقات في انفجار المرفأ وفقا للدستور. وعليه وفق المعلومات فإن الوزراء الشيعة لا يشارك في أي جلسة لمجلس الوزراء ما لم يجري حل أزمة المحقق العدلي القاضي طارق بطار. وحتى على الصعيد القضائي لم يتبلغ الثنائي الشيعي أي جديد. أما قصر بعبدة فتقول مصادره للجديد أن تواصلا جرى بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومسؤولين إيرانيين وسعوديين، ويجب مواكبة هذا الحراك الدولي من خلال تفعيل مجلس الوزراء على قاعدة أن تبقى شؤون القضاء للقضاء، والأمر غير مغلق قضائيا، خصوصا أن القضاء لم يبت بعد مسألة الاختصاص ما إذا كانت للمحقق العدلي أو للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. لذلك يرجح أن تكون دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد ما بين زيارتي ميقاتي وعون للفاتيكان وقطر، أو في حدها الأقصى في مطلع الشهر المقبل. وتؤكد مصادر بعبدة أن هذه الدعوة ستكون بمثابة اختبار، ولكنها ليست إنذارا ولا تطويقا لأي فريق سياسي. روان بودرغم، قناة الجديد.